عودة مجددا مشاهدين الأكارم في غرفة الأخبار، ونرحب لمن التحق بنا اللحظة. إذن نحن مع في موسم الاصطياف، ومع بداية موسم الاصطياف، وككل سنة مع بداية هذا الموسم ومع دخول فصل الصيف يبدأ تساؤل المواطن حول الشواطئ، حول مجانية الشواطئ، وحول استحواذ بعض الشباب، ومنهم من أقول بعض العصابات أو قطاع طرق إن صح التعبير على الشواطئ، وعلى حتى ربما مواقف السيارات أو ما تسمى بالباركينج. إذن فيه جهود من طرف الدولة لمحاربة هذا الفئة، وفيه جهود كذلك لتنظيم الشواطئ وتنظيم السياحة وتنظيم موسم الاصطياف. أتشرف بأن يكون معي هنا في الاستوديو السيد الوردي عبيدي، وهو مدير سياحة لولاية بومرداس. صباح الخير سيدي. صباح الخير. مثلا اذا ربما نبداو ككل سنه سيدي المدير، فيه تساؤل للمواطن حول مجانيه الشواطئ، فيه في السنوات الماضيه احيانا فيه ولايات تعرف فوضى او ولايات تعرف تنظيم، فيه حتى في نفس الولايه فيه شواطئ من شواطئ ربما كانت فيه تعليمات في السنوات الماضيه من طرف وزير الداخليه انذاك، الذي هو الآن وزير أول نوردين بدوي، تقضي بمجانية الشواطئ، مجانية توقف السيارات في الباركينج. ربما هذه السنة ما هو التنظيم ساري المفعول، كيف ما هو التنظيم الذي يسير الشواطئ وهذا المواقف؟ تفضل سيد. شكرا. بادئ ذي بدء أشكر قناة البلاد على هذه الفرصة، ومن خلالكم أحيي كل المشاهدين، وأقول أن كمدخل لهذا الموضوع أقول أن الموسم الاصطياف نعتبره حدثا هاما، حدث اقتصادي اجتماعي وثقافي، لما يعني لما له من أثر على جميع الأصعدة، سواء يعني المحلية أو الوطنية أو حتى الدولية. موسم الاصطياف نحن نعتبره موسم استرخاء واستجمام وترفيه، موسم حفلات، موسم أعراس، يعني هو في الحقيقة هو حفل كبير يمتد من أول جوان إلى غاية 30 سبتمبر. تقريبا بنسبة كبيرة كل العطل يعني تحدد فيها هذه الفترة، سواء للموظفين ولا العاملين، يعني تكون في حركية كبيرة، وهي يعني بطبيعة الحال ونستقبل في هذه الفترة كل الولايات الساحلية تستقبل أعداد كبيرة وكبيرة جدا، وسجل فقط على مستوى الولايات التي يشتغل بها ولاية بومرداس سجلنا ما يقارب 15 مليون ونصف مصطف خلال السنة المنصرمة، وهو عدد كبير وكبير جدا. هذا يعني يجرنا إلى التفكير في جدية الموضوع وفي جدية الحدث من أجل التكفل بهذا العدد الهائل واستقبالهم في أحسن الظروف. أنا أقول أن الشاطئ هو مقصد سياحي بامتياز، لكن الولايات الساحلية لها عدة مقاصد، عندها عدة مؤهلات، عدة مكونات، بما في أتكلم على ولاية بومرداس، موقعها الجغرافي المميز، وجودها قرب العاصمة. سيد المدير، راح نرجعوا للمناطق السياحية الأخرى، لو كان نبداوها واحدة بواحدة، وتكلمنا شوية على دفتر شروط، تكلمنا شوية على تنظيم لسير الشواطئ في موسم الاصطياف. أنا نحبت في المدخل باش مباشرة نروح ما هو سلبي، لكن هي في يعني حبيت نقول بالحدث حتى الشواطئ فيها الإيجابية. لا ما نتكلمش لما تكلمنا على يعني استغلال الشواطئ، هو جزء من كل. طيب، يعني حاب تقول أن السياحة في فصل الصيف ماهيش فقط شواطئ؟ لا، شواطئ وفيها ما هو شاطئ، ممكن هو ما وراء يعني دريار بلاش، كاين بلاش، كاين ما دريار بلاش، كاين عدة أنشطة. يبقى الشاطئ هو النشاط الرئيسي أو هو المقصد الرئيسي، لكن ليس الوحيد. هذا من جهة أخرى، ولتنا عادة، ولتنا ثقافة شباب، ثقافة اللي تكلمت عليها أنت في المدخل، وأنه هذا الشاطئ أصبح مصدر رزق لبعض على حساب بعض. البعض هذا حسابهم هو هم القاصدين هذه الشواطئ ليصبحوا في يعني يعانيوا من هذه الظاهرة، من ظاهرة تسديد أموال كبيرة، يعني تفوق مداخلهم وتفوق طاقاتهم المالية. من هذا المنطلق
جاءت وكانت ما نقولوش رد فعل لكن اطر قانونيه تسيرت العمليه. نحن الشاطئ في نشاط الشاطئ، الشاطئ اولا هو ملك عمومي باعتبار انه ملك عمومي، ماهوش ملك خاص. لا ملك عمومي، يعني الناس اللي حابه تنتحر وتسويسيدي باش تدي الشاطئ هذاك حر، راهو حر براسو. احنا كل الجزائريين راهم عندهم حق في هذا في هذا في هذا الفضاء، هذا الفضاء الاستجمامي اللي يعني اللي هو مخصص للراحه والاستجمام. الدوله الجزائريه من بين يعني من بين الاشياء اللي راهي يعني تساهم في وتقف عليها من اجل تطبيق هذا المبدا هو مبدا المجانيه الشواطئ. المجانيه الشواطئ يعني فيه ما هو محترم، فيه ما هو محترم، وفيه ما هو بعض الاماكن اللي غير محترمه. الشيء اللي يعني اضطرنا باش نقي يعني على قدم وساق من اجل تطبيق القانون بحذافيره. تبقى هناك بعض التجاوزات وبعض ولكن السي الوردي عبيدي وانت مدير سياحه لولايه بومرداس، ربما ما هي الاطر التي تنظم الشواطئ هذه السنه؟ في دفتر شروط جديد ام فيه القانون سري المفعول تاع السنه الماضيه؟ هو الان الجديد لهذا السنه هو صدور دفتر شروط. يعني في دفتر شروط بطبيعة الحال صادر من وزارة الداخلية جماعة المالية والتهيئة العمرانية، والذي يعني يحدد كل الأطر ويحدد كل ويعطي القاعدة القانونية كيف يمكن تسيير شاطئ مع يعني مع نحن نعتبرهم شركاء. ممكن تحدثنا شوية كيف نسير شاطئ؟ بطبيعة الحال هذه التعليمة جاءت للولاية الساحلية، والهدف منها هو يعني منح تراخيص لهؤلاء الشباب، لكن هذه التراخيص بمداخل الشواطئ ليس يعني كما نقولوا هنا في الرمل يعني في الصابل. التراخيص هذه تمنح لفئه الشباب، يدعى الملف على مستوى البلديه المعنيه، فيه لجنه مشكله لهذا الغرض لدراسه هذه الطلبات، وفيما بعد يرسل الملف المعني. من بين شروط هذا الشاب لازم يكون عنده تجربه في المجال السياحي. هذه الشروط الشكليه المنصوص عليها في دفتر الشروط. يقدم الملف أو الملف يقدم إلى اللجنة البلدية، اللجنة البلدية اللي فيها رئيس بن شعبي البلدي، مدير ملك الدولة عضو، مدير السياحة عضو، المصالح الأمنية كأعضاء ممثلين، وثم يرسل ملف المعني للتحقيق، المصالح الأمنية للتحقيق من أجل معرفة الشخص الذي سوف تمنح له هذه الرخصة. يعني إذا كان مسبوق قضائيا ما يعطيلوش مثلا؟ لا يحق للمسبوق قضائيا أن يستغل هذا الشيء. يعني العكس، احنا كنا نشوف السنوات الماضيه البلديات كانت تمد المسبوقين قضائيا تمد لهم التراخيص. وهذه من بين الاشياء التي جاء بها هذا دفتر الشروط الجديد. إذن فيه لجنه، تم تشكيل لجنه ولائيه لهذا الغرض، الغرض منها هو الوقوف على مدى تنفيذ هذا دفتر الشروط بالتنسيق مع الساده رؤساء الدوائر ورؤساء البلديات. التراخيص تم منحها لجميع المستفيدين في هذا الاطار بعد استشارة المصالح الأمنية. نعم، يعني سيدي المدير يمدوا له مكان ما هوش في الرمل. لا ليس الرمل، بعيد عن الرمل، يحط فيه في مظلات يعني للفراسول تاعه. وهناك مخطط، تم تهيئة وتحضير مخطط، تحضير مخطط شاطئ لكل شاطئ. هناك مخطط وهي الأماكن، عدد الأماكن والعدد التخصيصات والأماكن في كل مدخل شاطئ، هناك عدد أعداد مدروسة ومحددة مسبقا، ومع اللجنة إلى تنفيذ ما جاء في هذا المخطط. المخطط هو معد من طرف اللجنة الولائية واللجنة البلدية والجميع اللجنة البلدية ما عليه إلى تنفيذ ذلك. يعني نفهم كلامك سي عبيدي أنه ممنوع لهذا الشباب أنهم يروحوا يصطادوا لباراسول فرمل. الرمل يبقى استعماله عمومي، وهو أي مصطاف لما يدخل يجي الشاطئ يعني عنده الاختيار، إذا كان عنده الإمكانيات وعنده الوسائل من شمسيات وكراسي شمسية وكراسي إلى غير ذلك والطابلة، بيمكن هو يروح يثبت التجهيزات نتاعو. وإذا كان في بعض المواطنين اللي يكونوا ما عندهمش اللي يحبوا يجوا يلقوا كل شيء واجد، يقدر يروح يتصل بهذا الشاب ويكري عليه، يتفاهم معاه، يكري عليه ويحط له هو ولا يريح للشمس يدب راسه، المواطن راه حر. هذا هو المبدا العام اللي جا به دفتر الشروط، والهدف الاساسي واش هو؟ بناء على بعض يعني التجاوزات التي يعني في السنوات الماضيه، وهي تجاوزات في الحقيقه يعني منذ سنوات، يعني مش من السنه الماضيه فقط، هي تراكمات لبعض السلوكات. لما نتحدثوا عن التجاوزات سيد المدير، ربما المواطن حتى في هذه السنه ما زال يشكي في بعض الاحيان، يقول لك انه الشاطئ راه مملوء بالمظلات تاع بعض الشباب، وحنا كي نجيو ما كاش وين نحطيو المظله تاعنا او الباراسول تاعنا كما نقولوه بالفرنسيه او بالعاميه.
الآن ربما هالتجاوزات كيفاش لازم تعاملوا معها وكيفاش راكم تعاملوا، هل تعاملتوا معها ولا مازال؟ احنا اليوم يعني اليوم الثلاثاء اللجنة راهي في عين مكان اللي يعني اليوم الاثنين انا البارح الاثنين الثلاثاء والاربعاء عندها زيارة لكل الشواطئ الولاية من اجل تحديد المخالفات وبما فيها رجال الامن المقيمين سواء شرطة او الدرك على حسب الاختصاص. عندنا ثلاث ايام تم برمجه ثلاث ايام الاثنين الثلاثاء الاربعاء من اجل وضع حوصله لمدى تنفيذ دفتر الشروط في اي مكان. ومن ثم سوف تكون هناك اجراءات ردعيه بالنسبه للمخالفين ودفتر الشروط مذكوره في حتى غرامات ماليه وفي حتى روحوا معهم حتى القضاء. اذا كل يعني كل فعل لكل فعل رد فعل. احنا وضعنا اطار قانوني، الدوله وضعت اطار قانوني والإطار القانوني اللي رانا مشينا فيه دوك مدى تنفيذه في سيرورة موسم الاستياف لهذه اللجنة. اللجنة الولائية هي لجنة مشكلة لهذا الغرض من أجل الوقوف على مدى تنفيذ ما جاء في بنود دفتر الشروط. أقول يعني اسمح لي في هذا الباب وأنه يعني اللي هي ماهيش يعني سيونس إكزاكت، ماهيش علوم دقيقة، يعني واحد زيد واحد في اثنين سلوكات فردية هي تعرف ذهنية الشاب الجزائري خاصة السنوات الأخيرة هذه، وين أنه يطمح دائما ولا هو يعتبر هذا الشاطئ وأنه ملكه ولازم يتصرف فيه بكل حرية. من المسؤول الأول على حماية هذا الشواطئ؟ توم البلديات، المصالح الأمنية، باللي كلنا في نفس يعني كلكم راكم مسؤولين على الشاطئ، كلنا مسؤولين على الشاطئ. اللجنة الولائية مشكلة لهذا الغرض، كلنا يعني حسب حتى لديك صدر التصريحات اذا كان في حتى، وما ننساش في هذا البان وانه الجديد كذلك والسنه الماضيه انه تم تعيين متصرفين اداريين على حسب البلديه الساحليه في 10 متصرفين بالنسبه لولايه بومرداس. هذا المتصرف تم تجهيزه حتى بطابلات بطابلات ومربوطه بالانترنت بالاجل التواصل المباشر مع الولايه ومع وزاره الداخليه مباشره. سيد المدير، الان لو كان نروحوا لبعض المستثمرين السياحيين ولا اصحاب المركبات السياحيه اللي جايه في يعني محاذيه للشواطئ ومحاذيه للمناطق الساحليه، ربما كثير من الناس تشتكي تقول انه مثلا هذا المستثمر استحوذ على الشاطئ بصفه كامله، هل الشاطئ هذا عنده التزامات تجاه الدوله يدفعها؟ هل كان يدفعها من قبل؟ هل فيه جديد العام هذا لازم يدفعها؟ ربما اذا كان ممكن توضح لنا شويه هذا الغموض، لانه الناس تقول لك هذاك الشاطئ ماهوش تابع للمركب وما هوش يخلص عليه دراهم، معنا نحب نروح نعوم ثم نعوم ثم. هو الحقيقة يعني القانون لم يترك هذا الباب، يعني لم يترك هذا الفراغ. هو في الحقيقة كما تصرى في كل الدول العالم، يعني كل المركبات وكل الهياكل السياحية عندها امتداد للشاطئ يحق لها بقوة القانون أنها تستغل لفائدة زبائنها وكذلك لكل السياح يعني بإمكانه أن يعني يمكنه الولوج لهذا الفضاء. هذا الفضاء يعني تكملة للنشاط الفندقي، فهو يعني نشاط أو مكان أو فضاء يسمح لصاحب الفندق باش يستغلوه في أحسن الظروف، وكله يعلم حتى في دول مجاورة وفي دول معمول به. ولكن سيد المدير، ربما في شواطئ راك قلت أنه الشباب هذوك اللي تمدوا لهم راح يدفعوا للدولة مقابل استغلال المنطقة هذيك، وعنده متر على متر يستغل. الآن بالنسبة للمركبات، المواطن هاو يستفيد وصاحب المركب يستفيد والدولة ماذا تستفيد؟ لا نكمل لك الفكرة، نكمل لك الإطار القانوني وما تم القيام به في هذا الشأن. نحن كان في اتفاقية مبرمة بين وزارة السياحة والصناعة التقليدية ووزارة الداخلية في هذا الإطار، وأنه تمنح لكل أصحاب أو لأصحاب الفنادق اللي عندهم امتداد للشواطئ أنهم يستفادوا من استغلال الشاطئ طبقا للنصوص القانونية في دفتر الشروط، وفي اتفاقية مبرمة في هذا الإطار تبرم ما بين سيد ولي الولاية كممثل الدولة وبين صاحب المؤسسة الفندقية. العمل اللي قمنا به، نحكي لك عن كلمك أنا على مستوى ولاية بومرداس، ما تم القيام به أنه في ولاية بومرداس تم تشكيل لجنة لهذا الغرض. لجنة قامت بعدة زيارات وبعدة خرجات ميدانية، أولا تحديد المساحة اللي يمكن باش نمنحوها لهذا المستثمر وحدة. اثنين، على مديرية أملاك الدولة أنها قامت مديرية أملاك الدولة قامت بتقييم
الاستغلال يعني ليفاليشن دو تيران قال هذا الاسباس هذا شحال يجينا. والان رانا في تم منح المستثمرين هذه لي زوفي الاوامر بالتسديد باش يسدوا المبالغ الماليه اللي خاصه بهم طبقا لدفتر الشروط الممضى او الاتفاقيه المبرمه في هذا الاداء. اذا الموضوع متحكم فيه بالنسبه لهيكل الايواء. بالنسبه لليتبو مجلس عندنا 12 مؤسسه تم منحها هذه الاتفاقيه وهذا تم امضاء معها اتفاقيه. يبقى يعني المركبات السياحيه التي تستغل الشواطئ يعني التي هي ربما على امتداد من المركب تاعها واتصال مباشر مع البحر هي تدفع مقابل هذا بطبيعه الحال ماهوش مجان. لا ليس بالمجان. السيد المدير ربما في ولايتك ولايه بومرداس او حتى في الولايات كثيره ساحليه يكون نقص في المركبات السياحيه ربما وباش تبني مركب يبقى فيه مشكل تعزات هذه زون هذه منطقه سياحيه ماهيش منطقه سياحيه ربما كيف يمكن تخلص من هذا المشكل؟ هل فيه طرق معينه لمنح تراخيص لاستغلال قطع ارضيه تابعه للدوله لانشاء ربما مركبات سياحيه؟ تفضل. هو يعني اذا كنت نتكلموا هنا نتكلموا على الاطار نتكلموا على الاستثمار السياحي. الاستثمار السياحي يخص بالنسبه للعقار السياحي نتكلموا لكم استثمار سياحي مثلا في ولايتك برك 15 مليون مصطفى كان قادر يكون 30 مليون مثلا اذا توفرت بطبيعه الحال. نحن ولايه بومرداس تحوي او تمتلك 11 منطقه توسع سياحي من البدو البحري حتى دلس حتى العفير بدلس. هذه المناطق يعني طبقا للقانون او النصوص القانونيه المعمول بها تم انشاء هذه المناطق واجراء دراسات تقنيه لهذه المناطق والمصادقه عليها من طرف السيد معالي الوزير بموجب قرار وزاري. الان اسمح لي الان نتكلموا على الاستثمار بمفهومه يعني العام. يبقى الشيء اللي تكلم عليه ولايه بومرداس كانت سباقه وكانت كانت كانت لنا كانت لنا فرصه وانه اشتغلنا في اطار المخيمات الصيفيه ذات التجهيزات الخفيفه تبقى لتعليمه بمعنى انه يمكن للدوله ان تؤجر او المواطن يؤجر من طرف الدوله من الدوله قطع ارضيه تكون تابعه لاملاك الدوله الخاصه حتى لو كان خارج مناطق توسع سياحي مو شرط يعني تكون في ولا تكون ما تكونش في المناطق المخصصه للتهيئه يمكنها وشيء يعني تم القيام به. فتحنا من السنه الماضيه لهذه السنه تم فتح خمس مخيمات ذات تجهيزات خفيفه وهي في مستوى عالي وين اصحابها تم تكون عقود في اطار امتياز في كيرا هذه الاراضي القاعده 3-6-9-3-9 وين قدرنا باش هذه السنه تم فتح ثلاث مخيمات ذات تجهيزات خفيفه واللي راح تسمح لنا السنه هذه فقط زياده عدد الأسرة الى 750 سرير غير في هذه الثلاث مؤسسات. وبالنسبه لعقود الكراء هذه راح تكون طويله الامد 90 سنه كما الامتياز 3-6-9 يمكن ثلاث سنوات الاولى ها يعني 3-6-9 معناها ثلاث سنوات ست سنوات ست سنوات واذا كان بعد على حسب لان هي اصلا تجهيزات خفيفه بالنسبه لولايه بومرداس هذه التجهيزات تم انجازها في فتره قصيره وفتره يعني وقت قياسي ما تجاوزت 6 اشهر وهي متوفره لان التجهيزات يعني سيدي شالي اون بوا مخدومين يتخدموا ويجوا تحطوهم صدير واجدين يبقى لي كوموديتي لي سباس فير وكل ما هو يعني مكملات لهذا المشروع. سي عبيد انت في البدايه تكلمت وقلت انه موسم الاصطياف ماهوش فقط شواطئ ربما ما هي البرامج التي طبقتموها ام حضرتموها كلجنه ولائيه في موسم الاصطياف؟ طبيعة الحال موسم الصيف نحن تحضير موسم الصيف يعتمد على 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 الأنشطة وعلى على يعني على عدة برامج تعد من طرف المديريات الولائية وهي كما نقولوا مديريات فعالة وأساسية في هذا الحدث سيما مديرية الثقافة مديرية الشباب والرياضة مديرية البيئة فيما يخص ما هو مرتبط بتنظيف وتنظيف البيئي على العموم والشواطئ على الخصوص. بالنسبة للبرامج الثقافية هو هناك برنامج ولائي وتم الانطلاق فيه ابتداء من أول جوان ونحن في تقريبا رانا في منتصف الحدث. هذا البرنامج يخص كل البلديات لا يعني غير ليس بلدية بومرداس مقر
لكن يخص كل بلدية الساحلية خاصة فيما يخص الأنشطة الثقافية، الحفلات، السهرات الليلية، على اعتبار أنه الموسم الصيفي يعني السهرات تكون شوية طويلة. أضيف إلى ذلك النشاطات التي تقوم بها مديرية الشباب والرياضة، خاصة السينما، سينما سينما صيف، سينما صيف، سينما الشاطئ، سينما الشاطئ إلى غير ذلك. هناك عدة أنشطة، نقول بلي البرنامج الولائي يعني يضمن كل هذه الأنشطة. ديروا لنا المقابلات المنتخب الوطني أش ندير ولا؟ بطبيعة الحال أنا الشاشات العملاقة، ويعني سمحت للشباب باش يقدروا يعني يتقابلوا، يعني باش يقدروا يشوفوا المقابله، مقابله من هذا المنبر. نهنئ الفريق الوطني ونتمنى له ان شاء الله كل التوفيق في يوم الخميس ان شاء الله. نحن يعني رانا عندنا امل، قدمنا شويه وكاين شويه عندنا امل كبير ان شاء الله الفريق الوطني ان شاء الله يعطي الوجه الحقيقي، يعاود يرجع الوجه الحقيقي نتاعو ان شاء الله ان شاء الله. السيد الوردي عبيدي مدير السياحه لولايه بومرداس، كنت معنا عبر قناة البلاد، شكرا لك لكل هذه التوضيحات. شكرا بارك الله فيك على الاستضافة. شكرا لك. إذن مشاهدينا الأكارم، هذه كانت بعض التوضيحات الخاصة بموسم الاصطياف واستغلال الشواطئ، ربما لتعرفوا ما هي واجباتكم وما هي حقوقكم في الشاطئ على مستوى الساحل الجزائري أو حتى في الولايات كثيرة ساحلية يكون نقص في المركبات السياحية، ربما وباش تبني مركب يبقى فيه مشكل تعزات هذه زون، هذه منطقة سياحية ماهيش منطقة سياحية، ربما كيف يمكن تخلص من هذا المشكل؟ هل فيه طرق معينة لمنح تراخيص لاستغلال قطع أرضية تابعة للدولة لإنشاء ربما مركبات سياحية؟ تفضل. هو يعني إذا كنت نتكلموا هنا، نتكلموا على الإطار، نتكلموا على الاستثمار السياحي، الاستثمار السياحي يخص بالنسبة للعقار السياحي. نتكلم على الاستثمار السياحي مثلا في ولاية كبار 15 مليون مصطفى، كان قادر يكون 30 مليون مثلا إذا توفرت بطبيعة الحال. نحن ولاية بومرداس تحوي أو تمتلك 11 منطقة توسع سياحي من البدو البحرية حتى الدلس، حتى العفير بدلس. هذه المناطق يعني تبقى للقانون أو النصوص القانونية المعمول بها تم إنشاء هذه المناطق وإجراء دراسات تقنية لهذه المناطق والمصادقة عليها من طرف السيد معالي الوزير بموجب قرار وزاري. الآن اسمح لي، الآن نتكلموا على الاستثمار بمفهومه يعني العام. يبقى الشيء اللي تكلم عليه ولاية بومرداس كانت سباقة، وكانت كانت لنا فرصة، وأنه اشتغلنا في إطار المخيمات الصيفيه ذات التجهيزات الخفيفه تبقى لتعليمات وزير الداخليه، بمعنى انه يمكن للدوله ان تؤجر او المواطن يؤجر من طرف الدوله من الدوله قطع ارضيه تكون تابعه لاملاك الدوله الخاصه حتى لو كان خارج مناطق توسع سياحي، مو شرط يعني تكون فيه، ولا تكون ما تكونش في المناطق المخصصه للتهيئه. يمكن او شيء يعني تم القيام به، فتحنا من السنه الماضيه لهذه السنه تم فتح خمس مخيمات ذات تجهيزات خفيفه وهي في مستوى عالي، وين أصحابها تكون عقود في إطار امتياز في كيرا هذه الأراضي القاعدة 3-6-9 تروسيس نف، وين قدرنا باش هذه السنة تم فتح ثلاث مخيمات ذات تجهيزات خفيفة، واللي راح تسمح لنا السنة هذه فقط زيادة عدد الأسرة إلى 750 سرير غير في هذه الثلاث مؤسسات. وبالنسبة لعقود الكيرا هذه راح تكون طويلة الأمد 90 سنة كما الامتياز 3-6-9 يمكن ثلاث سنوات الأولى، ها يعني ثلاث سنوات معناها ثلاث سنوات ست سنوات ست سنوات. سنوات وإذا كان بعد على حسب، لأن هي أصلا تجهيزات خفيفة بالنسبة لولاية بومرداس. هذه التجهيزات تم إنجازها في فترة قصيرة وفترة يعني وقت قياسي ما تجاوزت 6 أشهر، وهي متوفرة لأنها تجهيزات يعني سيدي شاليه أون بوا مخدومين يتخدموا ويجوا تحطوهم صدير واجدين، يبقى لي كوموديتي لي زيسباس فير وكل ما هو يعني مكملات لهذا المشروع. السعبيدي انت في البدايه تكلمت وقلت انه موسم الاصطياف ماهوش فقط شواطئ، ربما ما هي البرامج التي طبقتموها ام حضرتموها كلجنه ولائيه في موسم الاصطياف؟ طبيعة الحال موسم الصيف، نحن تحضير موسم الصيف يعتمد على 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 الانشطه وعلى على يعني على عده برامج تعد من طرف المديريات الولائيه، وهي كما نقولوا مديريات فعاله واساسيه في هذا الحدث، سيما مديريه الثقافه، مديريه الشباب والرياضه، مديريه البيئه فيما يخص ما هو مرتبط بتنظيف وتنظيف البيئي على العموم والشواطئ على الخصوص. بالنسبه للبرامج الثقافيه، هو هناك برنامج ولائي وتم الانطلاق فيه ابتداء من اول جوان
ونحن في تقريبا رانا في منتصف الحدث. هذا البرنامج يخص كل البلديات، لا يعني غير ليس بلدية بومرداس مقر، لكن يخص كل البلديات الساحلية، خاصة فيما يخص الأنشطة الثقافية، الحفلات، السهرات الليلية، على اعتبار أنه الموسم الصيفي يعني السهرات تكون شوية طويلة. يضيف إلى ذلك النشاطات التي تقوم بها مديرية الشباب والرياضة، خاصة السينما، سينما سينما صيف، سينما صيف، سينما الشاطئ، سينما الشاطئ إلى غير ذلك. هناك عدة أنشطة، نقول بلي البرنامج الولائي يعني يضمن كل هذه الأنشطة. ديروا المقابلات المنتخب الوطني سينما ديروا ولا؟ بطبيعة الحال أنا الشاشات العملاقة، ويعني سمحت للشباب باش يقدروا يعني يتقابلوا، يعني باش يقدروا يشوفوا المقابلة من هذا المنبر. نهنئ الفريق الوطني ونتمنى له ان شاء الله كل التوفيق في يوم الخميس ان شاء الله. نحن يعني رانا عنا ما تقدمنا شويه وكاين شويه عندنا امل كبير ان شاء الله الفريق الوطني ان شاء الله يعطي الوجه الحقيقي، يعاود يرجع الوجه الحقيقي نتاعو ان شاء الله. ان شاء الله. السيد الوردي عبيدي مدير السياحه لولايه بومرداس، كنت معنا عبر قناة البلاد، شكرا لك لكل هذه التوضيحات. شكرا بارك الله فيك على الاستضافة. شكرا لك. إذن مشاهدينا الأكارم، هذه كانت بعض التوضيحات الخاصة بموسم الاصطياف واستغلال الشواطئ، ربما لتعرفوا ما هي واجباتكم وما هي حقوقكم في الشاطئ على مستوى الساحل الجزائري. إذن مشاهدينا الأكارم، فقرة نصيحة. هي المكملات الغذائية وما هي قيمتها؟ أولا قبل نحكي على المكملات الغذائية نحكي على التعريف تاعها. مكونات المكملات الغذائية مستحضرات غذائية، على ذا ما تحتوي؟ تحتوي على بعض المعادن مثل الحديد، بوتاسيوم، وتحتوي على بعض الأحماض الأمينية اللي تدخل في تكوين البروتينات، أحماض دهنية. هذه المكملات الغذائية ماذا نفعل؟ ماذا نحتاجها؟ تكمل النظام الغذائي. بالك هذه المعلومة أن كثير الناس ما يعرفهاش، بل أن الغذاء اللي نأكله في الوقت الحالي فقد 70% من القيمة تاعه. مثلا الخضرة والفواكه اللي نأكله من الآن مش كما كانت قبل 100 سنة. أكل الخضرة والفواكه تعادل التعديل الجيني والأسمدة وكامل قيمة. حتى الخضرة أنا شخص نتبع نظام غني بالخضرة والفواكه، ولكن ما تفيدنيش لأن القيمة تاعها فقدت أكثر من 70%. هذه المكملات الغذائية تساعدني في تكملة نظام الغذائي تاع المتوازن. مثلا كشخص ممكن نختار ناخذ مكمل غذائي غني بالحديد او غني بالبوتاسيوم او فيتامين سي لهذا النوع، ونكمل تصنيف هذه المكملات الغذائيه الى 3 أصناف رئيسيه. الان مع التحون صنفها عندنا المكمل الغذائيه تاع المعادن اللي كنت نحكي عليهم الان، والفيتامينات. مثلا كيجي مكمل غذائي في غني بالبيتا كاروتان او غني بالحديد، مثلا الشخص اللي عنده فقر الدم ممكن طبيب او اخصائي التغذيه يقترح عليه مكمل غذائي غني بالحديد، ولكن يجدر الاشاره باللي كم الدواء كاين جرعات المكمل الغذائي عنده جرعات. انا ماشي نروح من شوار راسي نروح نحس روحي تعبان ولا حاجه اقول بالك خاصني الحديد او الفيتامين دي، نروح للفارماسي نقول اعطيني مكمل غذائي فيتامين دي، نروح ناكل 2 كبسي ولا 3 كبسي في النهار. هذا شيء خاطئ لانه عندها مضاعفات جانبيه، ممكن يحكمك اسهال امساك شيء. لازم خاصه المكملات تاع المعادن هذه ناخذها بالجرعات، لانه كاين جرعات مسموعه وجرعات عليا لازم ما نتجاوزهاش. اما عن المكملات الغذائيه الثانيه، المكملات الغذائيه الغنيه بالالياف، هذه المكملات الغنيه بالالياف ممكن تقدر تنصحي بها جميع الاشخاص، وخاصه الاشخاص اللي عندهم اضطرابات في الجهاز الهضمي. ما الأشخاص اللي عندهم اضطرابات جهاز هضمي اللي عندهم إمساك المزمن، الإمساك المزمن ممكن يأخذ عنده مكمل غذائي يتناوله يوميا، أو شخص عنده الإسهال، أو شخص يعاني من القولون العصبي. القولون العصبي شيء كبير كاش يوم نهضروا عليه. القولون العصبي علم ما يحتاج غير يحتاج حصة كاملة للقولون العصبي غير التعريف تاعه ومضاعفاته. ممكن الشخص يأخذ هذه المكملات، ولكن يدور الإشارة ثانية كاين ملاحظة جدا، الشخص اللي يتناول المكملات الغذائية الغنية بالألياف لازم يشرب الماء. إذا ما شربش الماء راح تعمل عكس، لأنه الألياف تحب الماء. الألياف خاصة الألياف المحببة بالماء، لأنه يسموها عندها نوعين، ألياف محببة بالماء أو ألياف كارهة للماء. لازم نشرب الماء. أما عن النوع الثالث من المكملات الغذائية، المكملات العشبية، كما نعرف من بكري اللي عنده جدة ولا حاجة تعطيه له يا خويا ضرك، حكمك الريح، الزعتر،
قرزي هنا عندك عندك العسل والليمون، هذه المكملات العشبية. كل ذوك الناس راه تطورته كامل، راه نشوف راه يتباعوا على شكل كبسولات فلا كما ستريبسال ولا ذاك الصوالة عنده حكة ولا هنا يلا إن شاء الله. هذه ثلاث أنواع من المكملات. الآن سؤال اللي نطرحه، وين تنحس روحي باللي نحتاج مكمل غذائي؟ شوف الشخص اللي يتبع نظام غذائي متوازن مش راح يحتاج المكملات، لأنه عندنا مكملات الفيتامينات والمعادن راه بياخذها، عندنا مكملات الألياف راه بياخذها، واللي عنده مش راح يمرض ولا حاجة باش ياخذ مكملات الأعشاب. ناخذ المكملات اللي ما يتبعش نظام غذائي متوازن، كاين شخص ما عندوش الوقت باش ياكل الآخر نصحوا بالمكملات هذه، ولكن دائما باستشارة الطبيب المختص أو أخصائي تغذية مختص، ماشي مشوار راسي نروح ناكل المكملات الغذائية. أيضا ننصح بها النساء، خاصة النساء بعد مرحلة سن اليأس، خاصة تكون متزوجة وعندها الأولاد، ننصح بمكملات الفيتامين دي والكالسيوم لمحاربة هشاشة العظام. كما يخفى عليكم باللي النساء كيفوتوا مرحلة سن اليأس راح يتحكموا مرض هشاشة العظام، ننصحهم باش يتناولوا مكملات تاع فيتامين دي والكالسيوم. الشخص المدخن أيضا اللي يدخن، لأن التدخين راح يمنع جسم الإنسان من امتصاص المغذيات بصفة جيدة. إذا كان أنت تمتص 100% شخص غير مدخن، كل أشخاص بل 25% ما يمتصش من المغذيات إطلاقا. المدخن هذا حالة خاصة، جسم الإنسان تاعه حتى ضربات القلب تاعه مش راح تكون منتظمة كشخص عادي. إذا القلب ماشي مش مليح ما راح تمتص مغذيات جيدا، ما راح تدير حاجة، لذلك تحتاج إلى مكملات غذائية. الآن نتكلم عن المكملات الغذائية الخاصة بالرياضيين اللي عندهم كيديروا كمال الأجسام، وهي شتى 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 متنوعة، وكل اللي ممكن ما يعرفش أو ممكن يتعمد أو ممكن يحوس يحصل على نتائج بسرعة، مثلا ممكن يشوف مثلا يشوف شخص محترف عنده عضلات يحوس يلحق له بسرعة، نقول اعتقاد تاعك خاطئ، لازم التدرج، وباش تحصل على جسم مثالي الأقل لازم لك تدريب وحمية غذائية لمدة 6 أشهر فأكثر. وعندهم المعروفين فيه الواي بروتين، ناس كامل تأكله. هذا بما يخص المكملات الغذائية. أتكلم هذه المكملات الغذائية يعني أنا نحس روحي تعبانة نروح ناكلها ولا لازم يعني أن نستشير طبيب؟ لازم تستشير طبيب. مثلا أنا شخصا عندي نحس بالتعب بعياء، عندي شحوب في الوجه، مش مباشرة نروح نسأل واحد يقول له أني تعبان وجهي راك صفر، يقول له بالك عندك الأنيميا روح عند الفارماسي يعطيك فطر، روح للطبيب. حتى الطبيب ما يحكمش عليك، يعطيك دير تحاليل، وكي دير تحاليل راح تشوف نسبة وشحال تحتاج من شحال عندك الأنيميا تاع شحال راهي واصلة، هو يعطي لك شحال تاكل النسبة اللي تاكلها، يا كبسولة يا زوج يا ثلاثة، يجيب التحاليل. أنا دائما ننصح، وخاصة في الدول المقدمة عندي زملاء يعملوا في الإمارات، ما كانش حاجة يعملها بدون تحاليل، هو يحلل الدم تاعك ونشوف كل يديك 6 أشهر كل يديك 6 أشهر، لأنه الدم يخبرك بكلش. وهذا الحاجة غايبة في المجتمع الجزائري، ما نعملش قاع تحاليل أو زيارات بدون حاجة. مش احنا غير مرضنا بنروحوا للطبيب، كل يروح للطبيب شرط مرض، كل عنده زيارة احتياطية كل 6 أشهر أو مرة في العام يروح يدير تحاليل بيلو جينيرا ويعرف واش كاين واش ما كاينش.